كابتن عثمان الملا الكابتن المحترف السعودي في بطولة الجولف، أول حاجة نقول لك حياك الله في دوري بلاس، وخلينا نقول كيف وجدت هذه البطولة؟ أول شيء شكرا لحضوركم معنا، يعني كوننا دوري بلاس معنا في بطولة عالمية للجولف هذا يعني الكثير لنا. البطولة جدا جدا كويسة الحمد لله في سنتها الثانية، وزي ما انت شايف ما شاء الله يعني جمهور ولاعبين، وهذه الأجواء اللي احنا نبغاها، يعني نبغى احنا رياضتنا تاخذ شوي من الأضواء وشوي ان شاء الله في وقت قريب نقدم نتائج جدا مشرفة لمملكتنا الغالية، وهذه خطوة أولى وان شاء الله احنا مجتهدين والنتائج قريبة ان شاء الله بإذن الله عز وجل. خلينا نقول المستوى اللي قدمته يعني لا بأس به في وجود كوكبة كبيرة من نجوم العالم في لعبة الجولف، عثمان وين يجد نفسه الآن؟ شوف أنا الحمد لله رب العالمين حققت واحد من أحلامي أني أكون أول محترف في رياضة الجولف من المملكة العربية السعودية، الحين تنتقل الوجهة إن شاء الله أني أكون أول محترف ناجح في رياضة الجولف من المملكة العربية السعودية، وطبعا زي ما سعيت واجتهدت عشان أوصل للمرحلة اللي أنا فيها الآن لازم أسعى، مملكتنا مقدمت لنا كل الفرص الحمد لله رب العالمين، بس تقول اجتهد وهذا ان شاء الله مجتهد وان شاء الله النصيب جاي، يعني ربي ما يضيع تعب احد والدعم موجود المعنوي والمادي وكل شيء الحمد لله رب العالمين، يعني الوالد والوالده دائما معي والاتحاد دائما مساندني في جميع مشاركاتي ودعمكم، يعني الحمد لله رب العالمين هذا قناه كبيره وبرنامج كبير مثلكم جاي في واحده محافلنا ما كان احد يتخيل هذا الشيء، فان شاء الله خطوه كبيره قدمناها السنتين هذه اللي فاتت وان شاء الله في السنين الجايه تشوفوا خطوات اكبر باذن الله عز وجل. خلينا نقول يمكن تغير الجو وتقلبات جوية أثرت على بعض النتائج في الأيام الماضية، عثمان إيش صار معه بالضبط؟ والله شوف زي ما قلت احنا التقلبات الرياحية والتقلبات الجو تفرق كثير، يعني الناس اللي يلعبوا الصباح بدري يمكن لهم فرصة أكبر من الناس اللي تلعب بعد الظهر وهذه فيها الحظ شوية، لكن الحمد لله اكتساب خبرة، أنا ما أعتبر أنه النتيجة فيها فوز وخسارة، أنا أعتبر أني يا أني أنجح أو أني أكتسب خبرة والفرصة أستخدم الخبرة هذه في بطولات أكبر بإذن الله عز وجل. خلينا نقول الشباب السعودي ممكن حاب أن يكون عنده فضول في اللعبة هذه أو يبغي يمارس اللعبة هذه يتوجه لمين وفين وكيف؟ شوف في حواجز كثيرة كانت موجودة لما أول ما بدأت رياضة الجولف، أنا الحين كلها ما هي موجودة، هذه الملاعب متوفرة والأكاديميات إن شاء الله تفتح كل يوم يومين في أكاديمية جديدة، وإن شاء الله في السنين الجاية بتشوف أي أحد يبغى يجرب لعبة الجولف الفرصة موجودة، بس توجه الملاعب الجولف اللي عندنا في أنحاء المملكة، وإن شاء الله في ملاعب جديدة في كل الأنحاء، يعني هذا التوجه، الحين عندنا 5 ملاعب في المملكة، في وقت قريب إن شاء الله يصيروا 25 ملعب، فتعالوا للبطولات الكبيرة في خطوة أولى وتعلموا عن رياضتنا، وحنا في خدمتكم دائما، يعني أنتم أخواننا وأخواتنا، حنا في خدمة شعبنا يعني. بالتوفيق إن شاء الله ومزيد من النجاحات إن شاء الله في البطولات القادمة إن شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا لك ما قصرت. شكرا.